عقاريون يطالبون بعقد شركات مع جهات حكومية بالمملكة، والصحفي الساخر السحيمي يعلق على الأخبار المحلية والعالمية. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج يا هلا، وكالعادة دائما ننطلق من أخبار السعودية وأبرز ما كان في صحافة السعودية لهذا اليوم. أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بيانا صحفيا مساء الأحد الماضي، أكدت فيه أن السعودية تجدد تأكيد دعمها المعاني السامية التي تحملها الألعاب الأولمبية وما تمثله من قيم التميز والصداقة والاحترام. وقال البيان الذي نشر على موقع السفارة على شبكة الإلكترونية، السعودية تتطلع إلى المشاركة الكاملة في دورة الألعاب الأولمبية 30 في لندن 2012 من خلال اللجنة الأولمبية السعودية التي ستتولى الإشراف على مشاركة اللاعبات التي قد يتأهلن للمشاركة. أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه لا صحة لما تنقلته بعض وسائل الإعلام عن ارتفاع درجات الحرارة صيف هذا العام فوق حاجز 70 درجة مئوية أو أكثر، موضحة أن ما تنقلته وسائل الإعلام من تصريحات بعيدا عن الواقع ولا يتوافق مع المعلومة الأرصادية. وأوضحت في بيان صحفي اليوم أنه بالرجوع للسجلات المناخية تبين أن معظم درجات الحرارة المسجلة في هذا الفصل على مناطق المملكة تتراوح هما بين 44 و 49 درجة مئوية، فيما سجلت الأحساء وحفر الباطن إضافة إلى محافظة جدة 51 و 52 درجة مئوية، وذلك في شهر يونيو 2010. وأفادت أن المبالغة في إصدار مثل هذه التقارير لها مردود سلبي على الأفراد والمجتمعات، خاصة توافق صيف هذا العام مع شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن درجات الحرارة لا تزال حول معدلاتها. أوضحت وزارة العمل أنها ستمنح 3000 ريال راتبا شهريا لكل فتاة تلتحق ببرنامجها الجديد الخاص بتأنيث محل العطور وأدوات التجميل المزمع إطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستتقاسم دفع رواتب العاملات في هذه المحال مع صندوق تنمية الموارد البشرية. من جهتها أوضحت مديرة مركز فاطمة الزهراء في غرفة مكة المكرمة أن المركز سيؤدي دوره في التوجيه بالتدريب المهني للفتيات وإعداد البرامج التي تجعلهن قادرات على مزاولة العمل. وشدد المحامي خالد أبو راشد على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في توظيف الفتيات وتأنيث المحال لتفادي ما حصل من إيقاف لعمل الفتيات بعد أن خضعن للتدريب وأزولن المهنة وأبدعن فيها، كما أن بعضهن تركن وظائفهن للحصول على هذه الوظيفة، مفيدا أن غياب التنسيق سيحرم الفتيات من الوظائف وبالتالي تزيد نسبة البطالة. أصدرت محكمة محافظة عنيزة أمس حكما بالإجماع بقتل المفحط مطنش بضرب عنقه بالسيف حتى الموت عزيزا لقاء فعله الشنيع وردعا لغيره ممن يعبث بأمن الوطن. وكان المفحط مطنش في العقد الرابع من العمر وزع دعوات إلكترونية في الموقع المسمى مطنش وأعداد وجبة للحضور واستئجار سيارة من أحد مكاتب التأجير بمنطقة الرياض والإعلان عن عزمه التفحيط بمحافظة عنيزة في منطقة قسيم، إلا أنه أثناء مزاولة التفحيط في أحد طرق المحافظة تسبب في وفاة شابين وهرب من موقع الحادث مباشرة دون إسعاف المصابين واستمر هاربا حتى تم القبض عليها وانتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليها وإحالة أوراق القضية إلى محكمة عنيزة. تبادل أعضاء في مجلس هيئة المهندسين السعوديين الاتهامات بالفساد، وعلمت الاقتصادية بوجود اتهامات متبادلة بين الأعضاء بسبب تجاوزات مالية وإدارية ظهرت أخيرا. وقدم المهندس صالح العمر ورئيس مجلس الإدارة استقالته من الرئاسة إلى وزير التجارة والصناعة على خلفية هذه القضية، وتضمن خطاب الاستقالة عددا من الشكاوى التي وردت للهيئة حول بعض الاعتراضات على عملها أو شكاوى لتجاوزات إدارية
أو مالية. واقترح على الوزير تكليف لجنة محايدة من الوزارة لدراسة جميع هذه الشكاوى المقدمة، وذلك لتنقية الأجواء المهنية التي تحول دون الارتقاء بالقطاع الهندسي بالصورة المطلوبة وبما يحقق تطلعات المهندسين. عمد سعوديون إلى استخدام وسائل الاتصال الحديثة كتويتر والفيسبوك والواتساب لبدء مقاطعة كثير من السلع التي يتم رفع أسعارها قبل شهر رمضان. وتبنت مواقع الشبكة العنكبوتية وضع أسعار السلع التي يتم رفع سعرها، ويتم التحديث باستمرار ليستطيع المستهلكون معرفة تلك السلع والبدء في مقاطعتها، متوقعين أن تكون هذه الخطوة ذات نفع في كبح جماح رفع التجار الأسعار من دون مبرر. واستبقت بعض الأسواق والنقاط بيع المواد الغذائية في مكة المكرمة الوقت، وسرعت في رفع بعض السلع والمواد الاستهلاكية، وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك الذي يعد العذر الوحيد للتجار في رفع الأسعار في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها بحسب بعض المواطنين في سوق المنتجات الغذائية نحو 20%. ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، بالإضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة المدينة للكاتب إبراهيم علي نسيب بعنوان مدير الكنب المكلف. يقول نسيب: حين غنى شعبان عبد الرحيم ضحك الناس منها، وعليها قبل أن يستمتعوا لصوته وقبل منحه نصف الثانية ليكون قرار رفض منطقيا، وكلهم رجعوا به لمهنته التي كان يمتهنها قبل الغناء، حيث كان يمارس مهنة كي الملابس. وحين قرر الغناء صنع الناس من رفضهم وكرههم وامتهانهم ضجة أكسبته شهرة واسعة ليصبح شعبان المغني الأول. ويضيف الكاتب: السؤال الكبير، كيف ننمو ونحن نمارس كل هذه التجاوزات ونمرر القرار الخاطئ لنخدع أنفسنا؟ أليست هذه كارثة؟ السؤال الآخر، وهو مني لهيئة مكافحة الفساد في قولي لهم: هل يعد هذا فسادا حين يمارس البعض نفوذهم ويكافئون من يخدم مصالحهم؟ فالموظف الذي يشتري اللحمة ومقاضي البيت ويوصل الأولاد إلى المدارس ويراجع الدوائر الحكومية هو بالتأكيد عند هؤلاء موظف مثالي وخطير، وبالتالي هو يستحق درجة كل عام وعلاوة تشجيعية كل نصف عام. ويتابع نسيب: هنا تكون المأساة التي صنعت من الحاضر قلادة صدئة وعطلت عجلة النمو وأرهقت ميزانيات بعض المؤسسات العامة، ليس إلا لأنها تذهب في الهباء، وكل ذلك بسبب القرار العاطفي الذي يمضي بهم بعيدا عن النفع والمصالح العامة. ويختم الكاتب: ليس العيب في أن تخطأ، بل العيب في أن تستمر في الخطأ الذي لا يحبه سوى المسخ من البشر ويرفضه الإنسان السوي. وهذه ختمتي ودمتم. المقال الأكثر تعليقا جاء من صحيفة الوطن للكاتب علي سعد الموسى بعنوان كيف فاز أحمد شفيق. يقول الموسى: وجوابا على السؤال العنوان سأقول ما يلي: أولاً، أكتب لأن مصر تخطو لعالمها العربي من حولها خطأً في الرمال، وأنا لا أكتب عن الحالة المصرية. أكتب ثانياً لأني مؤمن أن الانتخابات المصرية كانت شفافة نزيهة، ولكنها لم تكن ديمقراطية مكتملة. فاز أحمد شفيق بنصف الأصوات، ومع هذه النسبة الكاسحة لا تبرهن عن النسبة الحقيقية التي كان سيحصدها لو أن الانتخابات برمتها كانت في أجواء ديمقراطية مكتملة. ويضيف الكاتب: كان أحمد شفيق يخوض الحملة الانتخابية هاربا إلى الخلف، بينما المنافس يواجه إلى الأمام، رغم أن عموم الشعب المصري يعرف أن شفيق كان نزيها وطنيا، ورغم نبش آلاف الأوراق والملفات لم يستطع أحد أن يأتي ضده بتهمة شردة. ويتساءل موسى: لماذا خاف نصف الشعب بالتقريب من الاحتشاد أمام مرشحهم رغم أنه حصد نصف الأصوات؟ ولماذا بدت كل الصور باختلال واضح رغم عدالة القسمة في عدد الأصوات لكلا المرشحين؟
ويختم: سنأخذ السؤال الأخير، كم هي نسبة البسيطة التي كان يحتاجها أحمد شفيق لو أن الظروف حملته الانتخابية كانت عادلة متكافئة بما تقتضيها أبسط قواعد العمل الديمقراطي؟ ومن هو الفائز الذي سيكون لو أن هذه الأجواء كانت متاحة بالتكافؤ بين الفرقين؟ وجاء التعليق الأبرز من القارئ أبو فيصل الذي أرسل: أقولها لك وبكل وضوح، لم تشاهد الملايين على النصف الآخر من الشاشة، لأن من صوتوا لشفيق كانوا عبارة عن أصوات مزورة ولم تكن تقيس حقيقة الوضع، لذلك شاهد الوضع كما هو. مقال من اختيار يا هلا من صحيفة عكاظ للكاتب صالح إبراهيم الطريقي بعنوان: لماذا وحدي أحترم النظام؟ يقول الطريقي: لابد أن تعترف المؤسسة التعليمية لدينا بأنها وعلى مستوى بناء توجه سلوكي للطلاب والطالبات، رغم مرور أكثر من نصف قرن على وجودها ورغم تغير مسؤوليها، لكنها ما زالت إلى الآن لا تشتغل على هذا الأمر، ولا حتى علمت الأجيال طوال هذه العقود احترام نظام الوقوف بالطابور. ويضيف الكاتب: الوقوف بالطابور سلوك يكتسبه الفرد من المجتمع، ولا دخل للأمر بهل الفرد مؤدب أم لا، بقدر ما هو سلوك عود عليه الفرد وأصبح يقوم به دون تفكير، لأن هذا السلوك دخل ضمن عاداته وتقاليده. ويتابع الطريقي: بيد أنك إن تابعت الفرد هنا منذ أن تحتضنه مؤسسة التعليم إلا أن يخرج منها، ستجد أن المؤسسة لا دخل لها في بناء سلوك مطالب، وكل ما تعمل عليه نظريا أنها تخبره أن عليه احترام النظام في الوقت نفسه، هو يشاهد ذاك الصراع أمام مقصف المدرسة دون أن يتدخل أحد لتنظيمه، بل ربما إن مر أمام غرفة المدرسين في الصباح سيشاهد تجمعا عشوائيا من المعلمين أمام دفتر توقيع الحضور فيصبح مثل معلميه عشوائيا. ويختم الكاتب: وحين يأتي منظر ليوبخه بمقال احترام النظام ربما سيتمتم، ولماذا وحدي أحترمه؟ أما الآن نتابع مع مقطع اليوتيوب الأكثر تداولا في السعودية والهاشتاغ الأنشط لدى المغردين السعوديين، وأيضا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من أحد الفنانين الذين يصدرون رسومهم في الصحافة السعودية. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة الجزيرة للفنان المبدع هاجد. من الهاشتاغ الأكثر نشاطاً اليوم في السعودية هو هاشتاغ أردوغان، وذلك بعد خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان التركي جراء الأوضاع بسوريا. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة اليوم في السعودية هو فيديو لطفلة مصرية تنشد لمرسي رئيساً للدولة. عملها المصري والفل احتار، والمشروع النهضة اختار، اختار المرسي رئيس للدولة، أول قائد لأشرف ثورة. عملها المصري والفل احتار، والمشروع النهضة اختار، اختار المرسي رئيس للدولة، أول قائد لأشرف ثورة. قالوا فقدت المصداق، من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب اليوم في السعودية كذلك والتويتر هو الحلقة الجديدة من السلسلة الكرتونية مسامير. مثير للشفقة أيها الإنسان، رغم قلة سنعك وعدم مقدرتك على إمضاء يومك دون صراع مع الآخر. يا أخي أنت ما تشبهني. هو لازم أشبهك؟ ليش ما تشبهني؟ وإن لم تجد فمع نفسك، إلا أنك تعتقد أن هذا الكون لك، مع أنك لا تشكل إلا ذرة منه، جزءا يسيرا من منظومة سبقتك بمليارات السنين، مسكون بأن لا تدع كل شيء يمر إلا وتعرفه، رغم أنه واقعيا لا يشكل أهمية ولا يصنع بحياتك فارقا.
طيب وبعدين يعني صار لك الآن ساعة كاملة قاعد طالع فيني، وش تتوقع يعني بقلب دائرة يعني ولا أبسط شيء في الحياة مربع شكلي؟ نتابع الآن نشرتنا مع أخبار السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام. 100 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص تطرح حوالي 10,000 وظيفة على الشباب السعودي بجدة. 600,000 ريال تكلفة الألعاب النارية في مهرجان جدة. 500,000 زائر و 800,000 ريال عائدات متوقعة في عيد جدة. 15% نسبة خصم للمتقاعدين العابرين لجسر الملك فهد. 98 وحدة دم لإنقاذ مريض حامل في مدينة الملك سعود الطبية. 85 رجلاً وامرأة أقلعوا عن التدخين بجزان. 5.5 مليون مؤتمر مصري من المتوقع أن تستقبلهم السعودية هذا العام. متواصلين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ونعود لكم بسوالفنا الفنية. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. نختتم أخبارنا مع سوالف فنية، وفيها حفل توزيع جوائز أول مسابقة سنوية للفيلم القصير بأبوظبي، وأيضا أخبار فنية أخرى نتابع. البداية من أبوظبي، حيث أقيم حفل توزيع جوائز أول مسابقة سنوية للفيلم القصير ضمن استوديو الفيلم العربي 2012 لدعم وتطوير المواهب المحلية في قطاع صناعة الأفلام والتعرف على المواهب الإماراتية الناشئة من أجل تدريبهم ورعايتهم. طبعاً استوديو الفيلم العربي أطلق في شهر نوفمبر من السنة الماضية، وهو طبعاً هدف اللي هو لتطوير المهارات الموجودة في الإمارات، وبالذات المهارات في مجال إنتاج الأفلام. تقريبا في حدود 20 شخص وبعدين صار تصفيات ونزل عدد إلى ما وصلنا إليه اليوم اللي هو 5 أشخاص. كان الفائز الأول فيلم شيء اسمه خوف لفاطمة الظاهري من بين الأفلام 5 ليحصل على جائزة أفضل فيلم، فيما حصل المتسابقون 4 الآخرون على جوائز ضمن فئات أخرى شملت أفضل نص وأفضل تصوير سينمائي والإعداد والملابس والموسيقى والصوت. فكرتي كانت أن عن واحد في فوبيا ويخاف من الناس، فأنا فكرتي أن كيف أخلي الناس هم يعرفون عن هالفوبيا اللي هي الأنثروبوفوبيا وكيف يتعايشون معاها. إلى بيروت حيث أقيم مهرجان عيش الأشرفية للعام الثالث على التوالي، حضره حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. أما نجمة المهرجان هذا العام فكانت الفنانة نجوى كرم التي قدمت وصلة فنية لمدة ساعة غنت فيها أجمل أغانيها وتفاعل معها الجمهور بشكل ملفت. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لفتح قضيتنا لهذه الليلة، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. يشتكي بعض أصحاب العقارات من تعثر تحصيل إيجاراتهم نتيجة مماطلة المستأجرين أو هروبهم عن سداد الأقساط المستحقة عليهم التي ظهرت منذ عام 1420، والتي شكلت على إثرها لجنة لدراسة ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.
إلا أنها لم تفعل بشكل واضح، مما جعل المماطلة والمطالبة تزداد بإطلاق تشريعات وسن أنظمة للبيت العقاري في المملكة، وأن يتم ربط هذا المشروع بالدوائر الحكومية ذات العلاقة. إلا أن المشكلة ما زالت أكثر تعقيدا بعدم وجود نظام يحكم أسعار العقار بين الطرفين أيضا. المزيد والتفاصيل في هذا التقرير لزميلي خالد الفرحان. تنظيم جديد للإيجارات يكشف المتعثرين والمماطلين عن السداد، يتضمن كافة المعلومات الائتمانية للمستأجرين، ويشمل التنظيم حصر عدد ملاك العقار وعدد المكاتب العقارية وتصنيفها حسب النشاط ورأس المال. هذا ما أعلنته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية التي تطلق مشروعها التنظيمي في نهاية عام 2014. النظام ممتاز للمستأجر والمؤجر، المؤجر بالدرجة أولى لحفظ حقوقه، والمفروض أن النظام من فترة مسبقة قبل هذا الوقت يكون فعال، ولكن المشكلة ليست في النظام، المشكلة في تنفيذ النظام. كثير تصريحات سمعناها بحول النظام هذا ومن فترة سابقة لم يفعل شيء. كما يتيح النظام للشركات والجهات المالية والتمويلية الاطلاع على السجلات الائتمانية للمستأجرين والمتعثرين عن السداد، بينما يرى آخرون أن هذا التنظيم هو تضييق على المواطن، لا سيما في عدم وجود نظام للحد من ارتفاع العقار وتنظيم السوق العقاري. يعني نحن الآن في جدة هنا، يعني كنا أسعد الناس، كل بلد أرخاء وكذا، الآن قفزت أهل جدة 90% ما عندهم مساكن. طيب كيف، إيش السبب؟ غلية الأراضي. تيجي تدور إيش من بر الغلاها، عندك في جدة بلكن 80 كيلو أحواش تيجي تروح ورا الورثة وتسألهم، أصلهم عايشين في أوروبا ما هم في حياة، بلكن ما يعرف عن أملاك أبوه في الكندرة ولا حارة الشام ولا ما يفهم. هذا الواقع. يعني عندك أضرب لك مثل في جدة، عندك موقف مكة، الناس بتتطاحن في الزحف في الشارع، وعندي أنا أتعهدك أجيب لك 200,000 أحواش جنبه بجنبه على نفس الشارع، فبنزل ملكيتها يا أخي، خلها مواقف للتكاسي هاي. يأتي إعلان التنظيم الجديد للإيجارات وكشف المتعثرين عن السداد تزامنا مع ما أعلنته وزارة الإسكان عن نظام إلكتروني للإيجارات، بينما يبقى السواد الأعظم من المواطنين لا يملكون المساكن. لبرنامج أهل، خالد الفرحان، جدة. طبعا لمناقشة هذا الموضوع معنا من استديوهاتنا من جدة الكاتب والخبير العقاري الأستاذ عبد الرحمن الطوع، وأيضا لاحقا عبر الهاتف الكاتب خالد الربيش. راح إن شاء الله نتحدث مع ضيوفنا، لكن راح نأخذ فاصل قصير وبعدها نعود للنقاش، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. نفتح نقاش هذه القضية عن تنظيم ارتفاع الإيجارات في السعودية وأيضا العقار، ونتابع أحوالها من خلال نقاش قضية الليلة. ومعنا من استديوهاتنا من جدة الكاتب والخبير العقاري الأستاذ عبد الرحمن المطوع، وأيضا لاحقا حينضم لنا عبر الهاتف الكاتب خالد الربيش وأيضا نداء الجليدي. أبدأ معك أستاذ خالد وأسألك، خلونا نبدأ ب الأستاذ عبد الرحمن المطوع من جدة، وأسألك يعني التنظيم الجديد سوف يقوم بحصر أعداد ملاك العقار المؤجر ونوعيته، وأيضا عدد مكاتب العقار الموجودة المرخصة وغير المرخصة، وأيضا تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم النشاط ورأس المال المستثمر وأيضا طبيعته. كيف ستتم بذلك متابعة أعمال الطرفين برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر لكم على الاستضافة. الجانب المهم فيما تفضلت فيه اللي هي مسألة حصر الشركات أو الجهات والمالكة للعقارات التجارية وغير التجارية وبالتالي إقرار التنظيم. من المؤسف أن يأتي هذا الجهد العظيم الذي يفترض أن يكون من قبل الهيئة المختصة بتنظيم العقار أو أي جهة محايدة، ولا تكون من قبل شركة خاصة تقوم بذلك مقابل رسوم أو ببالغ معينة، وإن كانت تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر الطرفي العلاقة المؤجر والمستأجر، لكن نتكلم على مسألة المبدأ أنه يفترض أن يكون ذلك الأمر من وقت أطول من الوقت المضى، وفي نفس الوقت أن يكون من قبل الجهة المحايدة التي الجهة الحكومية. الجانب المهم فيما تفضلت فيه لمسألة الحصر، مسألة الحصر هي لا تأتي جزء منها من خلال البيانات المسجلة لدى الأمانات فيما يخص المراكز التجارية، أيضا بما يخص كتاب العدل والجهات المعنية بملاك العقارات المعدة لإعادة التأجير للآخرين. وإن كنت أشك كثيرا يعني في نجاح المشروع في المراحل الأولى لعزوف أو توقعاتي بعزوف كثير من الملاك العقارات الفردية أصحاب البنايات الست وحدات والعشر وحدات وغيرها من الوحدات أو المجمعات السكنية من الانضمام إلى الخدمة، لأنها ستكون برسوم، وبالتالي لن يكون هناك في تصورهم فائدة منها لأنهم تعودوا بطريقة تقليدية على إدارة أعمالهم. لكن قد يكون لذلك التنظيم أو هذه البادرة سيكون لها حظوة لدى الشركات أو مالكة المراكز التجارية التي ترغب في أن يكون لكل مستأجر لديها ذو خلفية ائتمانية مقبولة لدى الطرفين. نعم أستاذ عبد الرحمن، خلنا نقرأ تصريح كان ذلك في جريدة الرياض لمدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة نبيل المبارك، يقول أن إطلاق مشروع التنظيم الجديد للمستأجرين والمتعثرين عن السداد سيكون في نهاية 2014. طبعا هو يتحدث عن نظام، وش يقول؟ أن التنظيم الجديد الذي سيطلق لأول مرة سيبدأ تنفيذه تدريجيا على مراحل ويشمل العديد من الخطوات، ومن أهمها حصر أعداد ملاك العقار المؤجر ونوعيته وعدد مكاتب العقار الموجودة المرخصة وغير المرخصة والتصنيف الجديد، ويبدأ في شرح ذلك. لكن في عام 1403 أنشئ برنامج التسجيل العيني للعقار، وهو مختص بمتابعة العقار والأسعار، وهو أيضا يمتاز بنفس الصيغة للنظام الجديد تقريبا. فما الجديد وما الذي سوف يقدمه هذا البرنامج إذا كان في برنامج قدم يعني من عام 1403 كما ذكرت؟ أحسنت. أمران مختلفان بشكل كبير. الجانب الأول اللي تفضل فيه الأستاذ المبارك يعني هو من الأسماء التي لمعت في مجال السمعة الائتمانية لكل شخص أو لكل منشأة، يعني تعتمد عليها بشكل كبير، خاصة الشركات اللي تبحث عن تقسيط بطاقات الفيزا أو أي شركة من الشركات التي تم التعامل فيها مع الأفراد وسمعة الائتمانية. المشكلة السعودية أنهم يعني ما كانوا يعني راغبين في الاهتمام بسمعتهم الائتمانية، وأنه حافظ على ملف جيد يعني يربط علاقتهم. الآن أصبح الدخول في أي عقد إقراض أو غيره يفترض اللجوء إلى مثل تأكيد سلامة أو نصاعة التاريخ الائتماني مع أي جهة. الآن بانضمام الجانب المستأجرين، وأن الواحد حينما يرغب في التقدم لاستئجار أي وحدة لابد أنه يبحث عنه في الشركة في تاريخه الائتماني من خلال سمة. ما تم الحديث عنه في بداية الموضوع، السجل العقاري. السجل العقاري يعني بالعقار نفسه ولا يعني بالعلاقة بين المؤجر وبين مالك العقار، وبالتالي فإن ما تقوم بشركة يختلف تماما، شركة سمة يختلف تماما عما تفضلت فيه. تاريخ العقار أهميته في ملكية في عدم وجود تداخلات مع الآخرين، في سلامة العقار كعقار وتاريخ ملكيته. لكن المسألة التعاقدية مسألة تعتمد فيها أربع معطيات، يعني أنا حصرتها وجدت خمسة نقاط ممكن تؤثر على مدى التزام المؤجر المستأجر للدفع. الجانب الأول جانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي وأنا أقصد به إلى أي مدى الشخص يرى بأن صاحب العقار يفترض أن يحصل على حقه من الإيجار باليوم المعين من السنة.
هذا جانب أخلاقي وفي التزام ويفترض أن يكون على الجميع ملتزمين فيه متى ما كان قادرا أو مبرمجا نفسه على مثل هذا الدفع الالتزامي. الجانب الآخر المهم وهو جانب التنظيمي. التنظيمي ما أقصده هو أن تكون العلاقة بين المؤجر والمستأجر واضحة غير مسألة العقد. هناك يعني عدة نظريات في مسألة العقد بين الطرفين، لكن ما أقصده هنا وهو مسألة أن يكون لكل طرف يعرف ما له وما عليه. ونحن نجد كثير من الدعاوى والمشاكل تحدث بين المستأجرين حتى بعد مضي العقد ودخوله إلى مسألة التفعيل. الجانب الآخر هو أن المستأجرين لا يعرفون إلى أي مدى هم يعني يحتاجوا هذه المساحات. تجد شخص يعني لديه طفل أو طفلين يعني يستأجر مساحة فيلا ولا يستأجر مساحة أكبر من حاجته، لكن من بابها الاجتماعية أو من باب أنها قريبة من عمله أو لأي سبب آخر، وبالتالي يثقل ميزانيته السنوية والشهرية من هذه النسبة الإيجارية، وبالتالي يحصل تعثرات ويحصل تهربات وتحصل الإشكاليات التي دائما تحدث. الجانب الآخر وهو المهم جدا هي مسألة التوزيع التخطيط الحضري. كيف التخطيط الحضري؟ حينما يكون للشخص يرغب أن يكون منزله بالقريب من عمله، فأغلب الشركات أو أغلب المنشآت أو الجامعات أو أي جهة يعمل فيها قطاع كبير من الأفراد المحيط اللي فيها السكني ترتفع بشكل تلقائي، وبالتالي كل شخص يعمل في هذا المكان يفضل أن يكون إلى أقرب نقطة من تلك المنشآت وتلك الجهات. فأنا أرى أن يعني أنا أرى أن هذه الجملة الأسباب هي التي تجعل الشخص لا يلتزم أو لا يكون حازما مع نفسه في مسألة أن يخصص نسبة معينة من دخله الشهري في إلى مسألة الإيجارية أو الالتزام في مسألة البكيه. كما أيضا جانب آخر هو أنت لا تنسى أستاذ عبد الرحمن، إحنا في السعودية عندنا يعني الوضع عندنا مختلف، يعني ارتباطاتنا الاجتماعية ما تخليك أحيانا يعني تسوي لك ترتيب معين، فهذه يعني هذه مشكلة عندنا كبيرة. لكن خلينا وثقافة أيضا، خليني أسألك كيف سيتم متابعة الطرفين في النظام الجديد إذا كانت الأسعار أصلا غير محكومة بنظام، وهل برأيك سيحل النظام الجديد هذه المشكلة؟ سيدي الكريم، يعني أنا جانب مهم جدا في مسألة عمل سمة. عمل سمة يعني الآن حينما ترغب في شراء سيارة أو تجارب التقسيط أو مثلا أي مسألة عقدية فيها التزام وفيها دفعات، لابد أن يكون عندك أو يكون تاريخك الائتماني مع سمة يعني ناصع البياض وجيد، وأيضا مداخيلك تغطي إلى حد معين من تلك الالتزامات وتفي بها. فما أعتقد يعني بالنسبة يعني بحكم الخبرة أنه ما ستقوم به سمة هو مجرد التأكيد بأن هذا المستأجر من الناس الملتزمين الجيدين في مسألة وفائهم بتعاقداتهم السابقة، وأيضا من أنه ذو أخلاقيات التزامية تفيد بأنه شخص مناسب لأنكم مستأجر. وللأسف يعني ما أخفيك أن بعض الناس يعني كانت حتى ملاك العقارات في السعودية يرغبون في تأجير الغير السعوديين أكثر من تأجير السعوديين، بسبب أنه السعوديين لديهم من لا أقول فهلوة، لكن بقدر ما يكون لديهم من الأساليب للتهرب والاستفادة الأكبر قدر ممكن من الأماكن التي يستأجرونها دون دفع، وهذا يعني يدخل في الباب الأول باب مسألة الأخلاقيات. لكن الآن أصبح الناس مع المسألة المهمة وهي مسألة التوعية الدينية، أهمية التوعية الدينية في هذا الجانب، أنه هذا الشخص اشترى مبنى معين يرغب في تأجيره وتحقيق دخل معين لالتزامات يكون لورثة يكون لأفراد معينين الناس، يعني هذا جزء من دخلهم الذي يفترض أن يحصلوا عليه، وبالتالي لابد أن ترفع من جانب التوعية الدينية لديهم بأنه الالتزام ليس أخلاقي فقط، لكن أيضا أنه حق من حقوق الناس. الجانب الآخر الأهم في ذلك اللي هو مسألة أن يكون الشخص ناصع البياض. لماذا ألجأ إلى شركة؟ لماذا أحتاج أنا إلى شركة مثل هذه الشركة تقول أني أنا شخص مؤتمن؟ بينما الآن حتى لا أخفيك أمرا أنه تجاوز المسألة في بيع الوحدات، ليس استئجار، بيع الوحدات في أن يكون هناك ما يعرف بالبحث عن مدى تجانس هذا الشخص مع المجتمع المحيط. يعني أنا أعتقد يا سيدي الكريم أن الحل لجملة هذه المشاكل التي يعني تم سردها، الحل يكمن في زيادة عدد الوحدات
المنتجة وبالتالي تخفيض عدد الأسعار، أن يكون هناك رفع إلى مستوى أخلاقيات الأشخاص، وأن يكون هناك التزام من الطرفين، أيضا من المؤجر لا يكون قاسيا على من يكون لديه ظروف معينة، يعرف بعضهم لا قدر الله أما أن يكون مسجونا أو يكون لديه ظرف صحي معين رب الميت أو غير، لا يضغط كثيرا على مثل هؤلاء. أيضا عدم مبالغة في قيمة التأجير، يعني مثل التقرير الذي أوردتموه يعني كان في شواهد معينة، وإن كنت أعترض على مسألة أنه أشخاص يعني لديهم مساحات شاسعة داخل المدينة ولا يقوموا ببنائها وأعطاء الآخرين، يعني هذا جزء من يعني من من ما حباهم الله، ويفترض أن يكون هناك نظرة عادلة في مسألة التوزيع الذي تحدثنا عنه، التوزيع الحضاري، بأن يكون هناك توزيع هيكلي على مستوى أطراف المدن للأشخاص الذين لا يكون لديهم القدرة في السكن في أماكن القرية منهم، يمكن لهم أن يكون هناك بدائل أقل تتناسب مع مداخلهم، وبالتالي لا يحصل هناك تعثر في الالتزام. خليني بس أخذ معي عبر الهاتف مباشرة الكاتب الاقتصادي خالد أربيش. مساء الخير، يعني أنت قلت في وقت سابق لبرنامج هلا أن سوق العقار والأراضي إذا كانت الوزارة لم تضع خطة حقيقية على أرض الواقع فإن جميع الخطط سوف تكون فاشلة، لماذا وكيف ترى الخطة الفعلية لهذه المشكلة؟ هي مساء الخير إبراهيم، مساء الخير لجميع مشاهدي ومشاهدات قناة خليجية، الركانة الخليجية. إذا سمحت لي إبراهيم بس أبي أستدرك بدقيقة واحدة فقط ما تم طرحه قبل قليل مع الأخ والزميل عبد الرحمن. تحدثت عن هذا التنظيم الجديد لشركة سيما. هذا التنظيم في الحقيقة الهدف منه هو الحقيقة التعرف على القدرة الائتمانية للأسر أو الأشخاص المستأجرين للوحدات السكنية المعدة للتأجير، في حين أن هناك نظام أهم وأكبر وأكثر فاعلية وهو نظام إيجار الذي وقع عقده ما بين وزارة الإسكان وشركة العلم التابعة لوزارة الداخلية لوضع تنظيم يضبط عملية الإيجار، ليس من الناحية السعرية ولكن من ناحية توثيق، وهذه النقطة المهمة، أسماء المستأجرين ومعلوماتهم وبياناتهم للوحدات السكنية سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين. كان الهدف الأول أو الهدف الأول والأهم من هذا التنظيم هو الجانب الأمني، البعد الأمني حاضر في هذا النظام وهو قضية مهمة جدا، وهي اللي دفعت وزارة الإسكان الحقيقة للتوقيع مع الشركة للبدء بتطبيق هذا أو البدء ببناء هذا النظام لمدة سنة ثم البدء التطبيق التدريجي له. ولكن من خلال نظام المعلومات لنظام إيجار سيكون هناك حقيقة الكثير من الأشياء التي يمكن العمل بها وتنظيمها، ومن ذلك مثلا قضية الأسعار ليس ضبطها بقانون أنه والله ما في أحد يرفع السعر أكثر من 5%، لا، هناك أساليب أفضل من هذا الموضوع، ولكن نستطيع أن نتعرف كم عدد المستأجرين فعليا في المدن في القرى في المناطق، وبالتالي يمكن في هذه الحالة توجيه المستثمرين من خلال بيانات ومعلومات لزيادة ضخ استثمارات في هذا القطاع أو ذاك القطاع. السؤال تفضل فيه إبراهيم، الحديث السابق. لا خليني قبل ما ننتقل إلى سؤالي، ما دام أنت يعني ذكرت الأستاذ عبد الرحمن، خلينا نأخذ تعليقه على ما ذكرت. تفضل أستاذ عبد الرحمن. والله مسي بالخير على أستاذنا وأخونا الأستاذ خالد الربيش. مسألة الطرح الذي أفاد فيه جانب مهم جدا، وهي مسألة أن يكون هناك قاعدة بيانات هدفها الأساسي طبعا الجانب الأمني، وأن يكون لكل شخص مستأجر أن يكون له سجل كما هو موجود مثلا في نظام الشقق التأجير المؤقت، الشقق المفروشة أو الفنادق، وإنما تعميمه يكون أيضا للمستأجرين. هذا جانب مهم وأعتقد أنه أمر حيوي، وسيكون قاعدة بيانات ضخمة يمكن التحكم فيها في معرفة إلى أي مدى يمكن الاستفادة من حجم المعلومات الضخم في تطوير قوانين وتنظيم ما يفيد الطرفين. يعني أتفق تماما مع ما أفاد فيه الأستاذ، لكن
الجانب الأهم يعني هو ربط بين الموضوعين، وهي مسألة أن يكون لدى أصحاب العقارات لديهم ما يعرف بالاختبار السريع إلى مدى قدرة المستأجر على أن يكون هذا العقار له، لأنه تعرف مسألة العقود حينما تم توقيع العقد ودفع المقدمة ودفع المبلغ الأولي، حينما تدخل في مهاترات قانونية قد يعيق تطول إلى سنوات في بعض الفترات. أيضا هناك بعض الشركات تلجأ إلى ما يعرف بالضمان البنكي، ضمان بنكي بقيمة الإيجار لمدة سنة، بحيث أنه يكون هناك دفعة أولى بمقابل سنة، الدفعة الثانية تكون بضمان بنكي، بحيث أنه لو لا قدر الله لم يلتزم الطرف المستأجر بالعقار يتم تحصيل الضمان البنكي وتسييله إلى أن يتم إجراء الإجراءات القانونية التي تسمح بإخراج المستأجر. واضح استاذ عبد الرحمن. خليني اعود لك استاذ خالد، كنت تريد ان تتحدث عن النظام الجديد، تفضل. اي في نقطه مهمه ايضا اخي ابراهيم، انت ذكرتها في بدايه حديثك اللي هو قضيه التسجيل العيني للعقار. التسجيل العيني لا علاقه له في قضيه الايجارات لا من بعيد ولا قريب. الهدف الرئيسي من التسجيل العيني للعقار هو توثيق الوحدات السكنيه طبيعيا يعني على ارض الواقع. يعني اليوم كيف السعوديين يتملكوا الوحدات السكنية، الوحدات العقارية في السعودية سواء أراضي أو وحدات سكنية، بما يسمى بالصك، وهي ورقة. يعني ضياع أو تلف هذه الورقة أو تغيير فيها معناته تغيير في الوحدة السكنية. نظام التسجيل العيني هو توثيق فعلي من خلال استخدام التقنية الحديثة لتوثيق مواقع العقارات، وهو بدأ التطبيق التجريبي له في العام الذي ذكرته، ولكن تطبيق هذا أو تعميم هذا النظام سيحتاج إلى تقريبا 10 سنوات على مستوى السعودية، لأن التطبيق ليس سهل. يعني طبق في فرنسا أخذ أكثر من 8 سنوات، طبق في مصر أخذ أيضا فترة تزيد عن ذلك، لأنه هناك كثير حقيقة من العقارات فيها مشاكل، خصوصا في مناطق، في بعض المناطق مثل مكة والطائف وخلافه. عودة للسؤال، ما ذكرته وما قصدته بحديثي السابق لقناة الروتانة الخليجية هو الحقيقة أنه لابد أن يكون لدينا استراتيجية وطنية للإسكان. نطالب بهذا الموضوع من عدة سنوات. ما هي الاستراتيجية بشكل سريع أستاذ خالد، لأنه والله ما عاد عندي وقت. الاستراتيجية هي تحديد رؤية واضحة لاحتياجاتنا من الوحدات السكنية المعدة لتملك المواطنين، وتوجيه المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تأطير علاقة واضحة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في التوسع في بناء الوحدات السكنية. بمعنى أن يتجه القطاع الحكومي مثلا بذراعه وزارة الإسكان للبناء منفردا، ولا يتجه القطاع الخاص أيضا للبناء منفردا. تعاضد هذين القطاعين من بعضهم سيؤدي إلى خفض تكلفة بناء الوحدات السكنية إلى حوالي 40%، وهذا الأمر وفقا لدراسات وتجارب في كثير من الدول، يعني حتى بعضها أفقر من المملكة كدخل قومي. بالتالي هذا ليس تنظير واقعي. الاستراتيجية يجب أن تكون على وقائع، لا تقوم على تنظير. يعني قضية ارتفاع الأسعار بالأراضي، قضية ارتفاع الأجارات، قضية كل هذه الأمور لن تحل إلا بحل مشكلة واحدة، وهي مشكلة تملك المواطنين من الساكنين. إذا حلت هذه المشكلة كل هذه الأمور اللي نتحدث عنها لا قيمة لها إطلاقا. نعم، شكرا للكاتب الاقتصادي الأستاذ خالد الربيش على مشاركته معنا. أيضا إذا كان معنا الأستاذ نداء الجليدي مختص في الشأن العمراني معنا. طيب يسمعنا. طيب أستاذ الكريم، يقول الدكتور صالح السلطان في مقال له أننا لسنا الأغلى والإثبات سهل. يعني يقول له في إحدى المقالات أن يعني أن إثبات أن لسنا أغلى الأماكن بالنسبة للأراضي، لأنه كانت هنالك أيضا مقارنة في بعض المنتديات وأيضا بعض المعلومات عن أن هناك غلاء في السعودية، لكن ليس بالشكل الكبير. ويقول في مقالي أننا لسنا الأغلى والإثبات أمر سهل، لأن أسعار الأراضي السكنية في مدننا وأيضا قرانا معروفة، وهي في قرى المدن الصغيرة أقل من الأسعار في المدن الكبيرة، عادة بنحو 5 إلى 10 مرات. ما رأيك بهذا بما ذكره الأستاذ صالح السلطان؟ طبعا مسيك بالخير انت والمشاهدين الكرام، بس لو سمحت لي هل اقدر اعلق على كلام الاستاذ خالد الربيش؟ نعم، لكن بشكل سريع.
طبعا الاستاذ خالد تكلم عن جزئيتين، انه الاستراتيجيه وانه التسجيل العيني. طبعا التسجيل العيني هو اصلا اساس العقار، فاذا كان هو مضبوط من 1403 من يوم انه اقر، لازم نتيقن تماما انه اسعار العقار حتكون في متناول اليدين، ولما يكون الكلام هذا موجود فتلقائيا الوحده السكنيه ايجارها حيكون متماشي مع الدخل الفرد. اما بالنسبه للاستراتيجيه العمرانيه والاستراتيجيه الاسكانيه، هي مقره من 3 سنوات من يوم كانت هيئه الاسكان. الكلام انه هل هي طبقت، هنا يمكن تساؤل الاستاذ خالد نقدر ان نتوافق معه فيه، لكن في استراتيجيه وفي لها اهداف وفي لها خطه زمنيه، يعني جميع نقول العناصر اللي ذكرها كلها متوفره وموجوده، بس انه الكلام كله على التطبيق وعلى الميزانيات الماليه لها. اما بالنسبه لسؤالك، نعم، ما يعني ما صعب انك تقيس وحدات سكنيه في دوله عن دوله ثانيه، لانها تجي تحت عده عوامل. من ضمن العوامل يعني لو فرض انه هالمقارنه عشان تكون عادله، هل اغلب المخططات عندنا زي ما انت عارف انها لا، يعني الخدمات فيها ناقصه، بينما في بعض الدول لا مكتمله. هل نقول والله فعلا انه هنا اغلى وهنا ارخص؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه، دخل الفرد في بعض الدول هل هو نفس دخل الفرد عندنا؟ هذا يقيس عليه انه هل نقدر نقول انه الارض عندنا غاليه ولا رخيصه مقارنه بالدوله الثانيه. نعم. الشغله الثالثه، الموقع هالمقارنه، مثلا لو قلنا والله في المخطط هذا مثلا في على اطراف المدن في وسط المدينه، هل نقدر نقارن احنا مثلا في وسط المدينه عندنا؟ انك انت عارف انه وسط المدينه عندنا غير مرغوب والاطراف هي المرغوبه، عكس المدن الاخرى اللي يكون فيها وسط المدينه هو المرغوب الاراضي فيها والايجارات، والعكس صحيح. فمن ناحيه مقارنه ما في اي دوله تقدر تقارنها بدوله ثانيه الا اذا كانت نفس الدوله وقطاعاتها. احنا نقدر نقارن هنا في المملكه عندنا 13 منطقه، نقدر نقارن بينها المقارنات اللي نقدر نقول عادله. يعني احنا نلاحظ مثلا في المنطقه الشرقيه، نلاحظ انه الانكم او العائد على الوحده السكنيه يصل الى 14%، بينما في الرياض 10%، بينما نشوف في المدن الاخرى مثل القصيم والمناطق الثانيه 8%. الاختلاف هذا هو اللي يمكن يسبب اشكاليه في اصحاب اشكرك جزيل الشكر. معلومات جدا مهمه يا استاذ ندى. ما صار عندي والله وقت، بس خلوني اعود ان سمحتوا لي شباب، اعود لضيفي من جده واسالك اذا، او عفوا من الرياض، لا من جده يا جماعه لخبطتوني. طيب أنا بس حبيت لأنه يعني خلال الأيام الماضية يعني كانت هنالك إشاعات بأنه العقار في السعودية يعني وتحديدا الأراضي يعني سوف يعني تنزل الأسعار أكثر مما هي عليه الآن، ويتحدثون عن غلاء الأسعار في الأراضي ويتحدثون عن 25%. يعني ما رأيك، هل هذه إشاعة؟ لا سيدي الكريم، ليست شائعة، لكن ما حدث فعلا هو توقف للنمو في الأراضي داخل النطاق العمراني، وتراجع حقيقي في أسعار الأراضي التي كانت معدل المضاربة، لكن الصفقات وعددها قل طبعا في خلال الفترة الماضية انتظارا لعدة قرارات تمت في السعودية بما فيها وزارة الإسكان ودعمها الكثير من المشاريع، وبالتالي زادت عدد المعروض لدى السوق وانخفاض الأسعار بشكل مباشر. كانت هناك مبالغة حقيقية، وصلت بعض الأسعار إلى 200 و300 و400% في زيادات في خلال سنوات محدودة، وهذه لم تكن منطقية، وحتى أيضا ملاك العقارات أنفسهم يدركون بأن ذلك أسعار مبالغ فيها. والدليل حينما تعرض نفس العقار أو عقار قريب منه لأحد هؤلاء الملاك لا يرغب بالشراء لأنه يعرف أنها أسعار مبالغ فيها، ولكنها لمن يرغب السكن في منطقة معينة كما ذكرنا بالقرب من عملهم أو منازلهم القائمة، فقد تكون أسعار مجبورين على الاقتناع فيها. لكن بشكل عام أنا أتفق مع ما ذكره الأخوان في مسألة أهمية أن يكون هناك وحدة كاملة لمعالجة المشكلة، أن ينظر للمواطن على أنه ليس شخصا يعني يدفع في كل مكان بقدر ما هو شخص يرغب في أن يكون هناك علاقة تنظيمية بينه وبين جميع الأطراف،
وفي نفس الوقت لابد من رفع مستوى الوعي لدى المستأجرين ولدى المواطنين، سواء فيما يخص مسألة التأجير والإيجارات أو المسألة الأهم وهي مسألة تنظيم حياتهم الأشخاص، حياتهم الائتمانية. الأشخاص حينما يكون دخله 1,000,000 ريال أو 500,000 في السنة يتكون حجم إنفاقه أعلى من ذلك ويلجأ للاقتراض بوسائل أخرى للعيش في مستوى معيشي أعلى من دخله، وهذا هنا تكمن المشكلة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والخبير العقاري الأستاذ عبد الرحمن المطوع على مشاركته معنا، وأيضا لا ننسى أيضا أنه إحنا نشكر ضيوفنا أيضا اللي شاركونا، الكاتب خالد ربيش وأيضا نداء الجليدي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود مع دائما ضيفكم الدائم كل ثلاثاء الأستاذ محمد السحيبي. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا إلى الفقرة دائما التي تنتظرونها دائما في كل أو كل يوم ثلاثاء مع الكاتب الساخر الأستاذ محمد السحيمي، والذي دائما يجمع لكم الأخبار العالمية والعربية وأيضا المحلية السعودية، ويحاول أن يقدمها بطريقة المتميزة. أستاذ محمد، أمسي عليك بالخير ويا هلا ومرحبا فيك. أهلا بك يا إبراهيم، وليسمح للمشاهدون أن أبدأ بتهنئتك أنت على هذه الإطلالة الشجاعة. مذيع شجاع بحق من يتصدى لتقديم برنامج بعد سلام الزيد المذيع الجميل والمثقف الحقيقي، فدعواتي لك بالتوفيق يا إبراهيم. أشكرك أنا يعني يا سيدي. نعم، بس طالما أنت عرجت على الأستاذ سلامة، يعني دائما مسي عليه أستاذ سلامة، وهو يعني من اللي تعلمنا عليهم في الإعلام السعودي، لكن أنا دائما أقول أن هذا المكان لا يملأ إلا علي العلياني. فنحن يعني بهذه المناسبة حقيقة أنا لم أقدم تهني عبر التلفزيون، لكني أبارك لزميلي علي العلياني زواجه، وإن شاء الله يرجع قريبا لمشاهديه. أستاذ محمد، ما الذي لديك هذا الأسبوع؟ نعم، نبدأ بالسخرية ما دمت أنت أيضا وصفتني بالكاتب الساخر. أنا كاتب ساخر فعلا، وأستاذي الأكبر والأعظم في هذه الدنيا هو الموت. نعم، الموت هو أعظم الساخرين وهو إمام الساخرين. في لحظة واحدة فقط تذكره وتكون في قمة الفرح فتحزن، أو تكون في قمة الحزن فتسعد. سخرية لا ما بعدها سخرية، هذا أستاذنا جميعا. أقول هذا بمناسبة التعريج على خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله. رحمه الله. لن أتحدث عن نايف بن عبد العزيز الشخص، انتقل إلى رحمة الله، وحسبه وحسب كل من فقده أن أنصلى عليه في المسجد الحرام مئات الألاف من المصلين، وهذه بشارة قال يعني تأتي مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من صلى عليه صفان من المؤمنين شفعوا فيه، قبلت شفاعتهم فيه، صفان فقط، وقدر الصفان بالبضع بتسعة أكثر شيء. فأنا في هذه اللحظات أقول هنيئا للأمير نايف الشخص، الأمير نايف، لقاء أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير المنزلين، وهنيئا لمن فقده من أبنائه وإخوانه والمواطنين جميعا، هنيئا لهم، صلوات من ربهم ورحمة، كلما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. الذي يهمنا في مثل هذه المناسبة أن نتحدث عن نايف بن عبد العزيز المنجز، المنجز الذي سيتحدث عنه التاريخ، والتاريخ كما أردد دائما هو ساخر آخر لا يظلم ولا يرحم. يؤسفني أن أقول إن نايف المنجز التاريخي لا تأخذه من إعلامنا الداخلي، لن تجد في إعلامنا الداخلي عن أي مسؤول، لن تجد عن أي مسؤول إلا أربعة أو خمسة أفعال: استقبل، ودع، افتتح، دشنا،
وهذا كل ما تجده منذ 40 عاما. وتحية لإعلامنا الشفاف في زمن الشفافية، وبدءا بإعلان الديوان الملكي خادم الحرمين الشريفين منذ تولى الحكم، وهو يحاول أن يكرس فينا الشفافية والإعلام هو وعاؤها، ومع ذلك للأسف آخر من يتحدث، آخر من يكسب المصداقية في نظر المواطن السعودي هو إعلامنا الرسمي. واسمح لي أن أعاتب أو أن أتساءل مع أساتذتي وأصدقائي وزملائي المثقفين الذين تحدثوا عن الأمير نايف بعد وفاته، تحدثوا عن إنسان رائع، إنسان عظيم بمعنى الكلمة، عن مثقف واع سماه بعضهم أبو التاريخ، وصفه بأنه أبو التاريخ سلمان، صاحب سمو الأمير سلمان، لكن الأمير نايف تحدث عنه الناس بكل وضوح وبأنه مثقف حقيقي. السؤال هو لماذا لم تتحدث في حياة الأمير نايف؟ لأن الأمير نايف لم يكن ليقبل بالمديح في الوجه، المديح في الوجه مذمة كما نقول في عامتنا. وماذا يفعل إعلامنا الرسمي سوى مديح فج يندى له جبين المسؤول، جبين الممدوح، قبل أن يسيل له العاب المادح. الذي التاريخ الذي تعرف عنه نايف وتعرف مكانة نايف التاريخية في الوطن وفي العالم كله تأخذه من الإعلام الأجنبي. واسمح لي أن أحيي صديقنا وزميلنا محمد الحبيب على التقرير الذي أعده في الأسبوع الماضي، نايف في الصحافة العالمية أو في الإعلام العالمي، وصفته أعتقد الإندبندنت بأنه رجل الإعلام الأول، رجل الأمن الأول في العالم، وليس جورج دبليو إف إم بوش ولا غيره. نايف بن عبد العزيز كان هو رجل الأمن حسب الإعلام، الإعلام الذي لا يمكن أن تتهم مصداقيته، لا يمكن أن يجاملنا. قال هذا وهو محق لأن لديه وثائق يتحدث من خلالها. نايف بن عبد العزيز في الواقع، وأنا كتبت هذا في حياته، هو يمثل مشروع الملك عبد العزيز. مشروع الملك عبد العزيز في التعامل مع المعطيات الأمنية ومع تحديدا التطرف والإرهاب، حينما انقلب عليه الأخوان صبيان التوحيد رحمهم الله، اجتهدوا وحاولوا أن يعني تطرفوا دينيا، فالملك عبد العزيز تعامل معهم إلى السيف، رفع السيف في آخر موقعة هي سبلة، عام سبلة حاربهم الملك عبد العزيز ما لا يقل عن 20 عاما. وفي هذا كتاب مهم جدا للدكتورة موضي بنت منصور بن عبد العزيز، عبد العزيز ومؤتمر الكويت، تتحدث فيه عن تفصيلات بوثائق موضوعية وواضحة كيف تعامل هذا الرجل مع التطرف من حوله. الأمير نايف وإخوانه الكرام يكررون أو يفعلون مشروع الملك عبد العزيز. مشروع الملك عبد العزيز يقوم باختصار على ما قاله زياد بن أبي في خطبته الشهيرة: حلم في غير ضعف، حلم وسعة صدر في غير، وتسامح في غير ضعف، وحزم في غير عنف. ويصوره المتنبي فيقول: ووضع الندى، الكرم والتسامح وكل هذه المعاني الجميلة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع العلا، أو نعم في موضع الندى، كموضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى، بمعنى أن كل أسلوب في التعامل مع التطرف هو في سياقه، القوة في سياقها بدون إفراط ولا تفريط، والحلم أيضا في سياقه. قارن هذا بالمشروع الأمريكي وبالغطرسة واستخدام القوة في كل بلد في العالم من فيتنام إلى العراق الآن، انظر ماذا فعلت أمريكا، صارت زي البصل في كل مصيبة أمريكا موجودة. لماذا؟ لأنها تتعامل من منطلق القوة والمبالغة في 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 التبختر بهذه القوة، بينما المملكة مع وجود القوة لا تفرط في استخدام القوة وتتعامل مع مشكلة الأمن. وهذه شهادة تاريخية الآن نراها تعاملا فكريا واجتماعيا وثقافيا. وبالمناسبة هنا الأمير نايف قال قبل حوالي 15 سنة في سنة 1998 تقريبا، قبل 11 سبتمبر وقبل هذه القضايا التطرف وقبل تفجيرات هؤلاء المتطرفين، قال في تصريح في لقاء كامل مع صحيفة كويتية يلقبس يا السياسة،
قال إن كل المصائب التي نعاني فيها في مجتمعاتنا الإسلامية هي بسبب الفكر الإخواني، بسبب فكر الإخوان المسلمين. قالها بوعي مبكر جدا الأمير نايف، وخاصة حسن الترابي أيضا. لأن الإخوان ماذا يفعلون؟ الإخوان المسلمون، الحركة، نقصد الحركة وليس الجمعية وليس حتى الأشخاص، نقصد الحركة والفكرة الذي يحركها، هي تستخدم السلطة للوصول، عفوا تستخدم الدين للوصول إلى السلطة. وآخرها الإخوان المسلمون في مصر. بينما مشروع الملك عبد العزيز وامتداده الآن المشروع التركي هو أن أصل إلى السلطة ومن خلال السلطة أخدم الدين، وليس العكس. واضح. شتان بينهما. طيب. ولذلك الحزب في تركيا. أستاذ محمد إن سمحت لي، أنا والله عندي فاصل مرة مهم، أنا عندي فاصل لازم أخذه، لكن حبيت أنه يعني تتحدث عن هذه الشخصية الفذة الأمير نايف، يعني فقرتك وأنت تتحدث بما تريد في هذه الفقرة. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لكم، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة وحديثنا الشيق مع الكاتب الساخر محمد السحيمي. أعود لك مباشرة وتتحدث عما تريد. شكرا شكرا يا سيدي. نواصل، يعني أختم فقط عن سمو الأمير نايف، لأنه من الصعب أن تحيط بنايف المنجز التاريخي كما قلت، ولكن صحيح. كانت ملاحظته على الإخوان المسلمين وعلى تأثير حركة الإخوان المسلمين في العالم الإسلامي كله كانت في متقدمة جدا عن كل ما تبعها من تدخل أمريكي ومن تدخل غربي. يعني أصبح النموذج السعودي أثبت مع الأيام أن التعامل أو المشروع السعودي والنموذج السعودي هو الصح وهو الصواب في التعامل مع التطرف. كنت أقول إن الحزب في تركيا الحزب الحاكم الآن العدالة والتنمية هو حزب إسلامي راديكالي بامتياز، ولكنه بالعلمانية خدم الإسلام ولم يصل إلى العلمانية أو إلى السلطة بالإسلام، وهذا هو مشروع الملك عبد العزيز. يقابله النموذج الإيراني، النموذج الإيراني حكم الملالي في إيران الذي نعاني منه الآن ويعاني منه العالم كله، بدأ وصل بالدين، وصل إلى السلطة. ويؤسفني أن أقول إن الإخوان المسلمين في مصر الآن، وفاز مرشحهم فور فوز مرشحهم الدكتور محمد مرسي، فور فوزه صرح لوكالة فارس الإيرانية وقال إننا سنتعامل مع إيران، وإن كنف هذا الخبر. هذه سهلة أستاذ محمد، يعني أصرح ثم أنفي، هذه شيء آخر. خلينا نحسن الظن شوية في الإخوان المسلمين، يعني هم وصلوا إلى يعني إلى الرئاسة بالديمقراطية، يعني واضحة يشهد لها كل العالم. أنت طول لي بالك إبراهيم، أنا كنت سأقول هذا. الفرق بين الإخوان المسلمين الآن في مصر، الآن وصولهم إلى السلطة وصول ديمقراطي وبالتصويت، وسيحاسبهم المصريون، المصوت المصري سيحاسبهم في الأربع سنوات القادمة، فما ليس أمامهم إلا خياران فقط لا ثالث لهما. إما أن النموذج التونسي أن يتفاعلوا مع الناس وأن يستجيبوا للناس وأن يتعاطوا مع المنجز التاريخي، وأعتقد أنهم إذا وصلوا إلى النموذج التركي فهذا شيء خير كثير، ولكن الأمل في الجمهور المصري وفي الشعب المصري الذي ثار على كل الماضي بكل ما فيه من أخطاء. وكان الإخوان المسلمين على فكرة، الثورة حررت الإخوان المسلمين في مصر، ولذلك يسمون حزبهم الحرية والعدالة، ولم يسموها العدالة والتنمية كما في تركيا وفي المغرب. نعم. الناس محمد الموضوع في النهاية ماذا تريد سوى العدالة والتنمية؟ الوقت داهم. نصل إلى الموضوع الثاني وهو طيب، نبايع الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد على ما بايع به أجدادنا والده الضخم عبد العزيز، وعلى ما بايع آباؤنا ونحن أيضا إخوانه الكرام السالفين رحمهم الله جميعا. وبهذه المناسبة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أذكر في حلقة سابقة مع علي العلياني، حتى لا توقع بيني وبين علي يا إبراهيم، مع علي العلياني قلت إن الذي يمثل الإعلام الرسمي الحقيقي عندنا في المملكة هو سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز. هذا صحيح. هذا بمقولته صحيح. الشهيرة أو بمبدئه الشهير حينما الذي أطلقه حينما غير مسمى حي الياسمين في الرياض إلى حي الصحافة، وقال ما الذي يضرنا من حرية الصحافي؟ ما الذي يضرنا؟ إن كان محقا فله الشكر، إن كان أطلعنا على شيء لا نعرفه وكان محقا فله الشكر، وإن لم يكن محقا فقد أتاح لنا الفرصة أن نوضح نحن الحقيقة. وقد كررها سموه بعد 10 سنوات تقريبا في مؤتمر في الجامعة الإسلامية أو في لقاء مفتوح مع سموه في الجامعة الإسلامية في تعليقه على تعليق أو مداخلة فضيلة الدكتور علي الحذيفي. هنا وأنا أناشد سموه والمبايعة دائما على الدين النصيحة. النصيحة شوهنا معناها، النصيحة أخذنا على أنها إبداء الآراء والاقتراحات والبيانات اللي تتحدث علينا من كل جهة. النصيحة تعني الإخلاص، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول النصيحة لله. كيف تنصح لله؟ تخلص لله. ففي السر والعلن نخلص لقادتنا ولوطننا، لأنهم هم قادة هذا الوطن وهم الصف الأول منا في الفداء وفي التضحية لهذا الوطن. وأناشد سموه وأعتقد أنه خير من يفعل ذلك أن ينقذ الإعلام عندنا، أن ينقذ الإعلام وأن يعيد الإعلام إلى المبدأ الذي رسمه سموه نفسه، الذي رسمه، وهو أن نتيح الحرية. لك الحرية أن تقول ما تريد، ولكن انتبه أنت محاسب على ما تقول. إن خيرا فأهلا وسهلا، وإن لم يكن ولم تكن دقيقا فهناك حتى أنظمة تحاسب من يتعدى على الآخرين ويستخدم هذه الحرية. بقي معك دقيقة سالم محمد. سيقوم بهذا، خاصة أنه الآن يعني ليس أمامنا إلا تفعيل القرار الذي صدر مؤخرا بتحويل وسائل الإعلام إلى هيئة إعلامية حقيقية. وانتهيت ما أقوله، فقط إذا سمحت لي أن أشير إلى، تقدر تأخذ الخبر الثالث بشكل سريع، أن أشير إلى فيلم وثائقي. نعم، أن أشير إلى فيلم وثائقي نشرته أعدته وقدمته البي بي سي العربي عن معالي عبد الجندي، الأستاذ عبد الجندي نائب وزير الإعلام، ما زال نائب وزير الإعلام في عهد علي عبد الله صالح والآن. والملخص الفيلم أنه من حاسب عبد الجندي، لأنه وتحترم الرجل لأنه مخلص لعلي عبد الله صالح قبل الرحيل وبعد الرحيل، الذي حاسبه ابنه الدكتور أبو ذر. أرجو من كل المسؤولين في الإعلام أن يستمتعوا بسهرة جميلة مع هذا الفيلم. نعم. لعلهم يتعظون، ولعلنا نقدم عذرنا غدا لأبنائنا حينما يحاسبونا كما فعل أبو ذر مع أبيه. وشكرا لك. أشكرك جزيل الشكر الكاتب المعروف الساخر محمد السحيمي، دائما ما يثرينا بتعليقاته الجميلة. مشاهدينا، لم يتبقى لي إلا أن أشكركم. ألقاكم في يوم الغد في أمان الله وحفظه.